بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على آله المرسلين. أنا الأستاذة نسيمة عاشور، أستاذة مختصة في الأمراض المعدية. الحالة الآن اللي تلاقينا هنا في الوزراء مع السيد الوزير الصحة باش نتكلموا على هذا الوباء اللي راه خرج في أوروبا وفي أمريكا، وهو أصلا كان ديجا في إفريقيا دون لا زون افريك دو لويست و افريك سنترال. مرض صح بزاف الناس هم يقولوا عنده علاقه مع الكوفيد، ما عنده ولا علاقه مع الكوفيد هذا المرض. دونك ما لازمش الناس يتخوفوا ولا يتقلقوا ولا هم يخرجوا اشاعات عليه. ما نسمعوش الاشاعات، تبعوا واش راهي تقول الوصايه تاع الوزراء تاعنا تاع الصحه راهي تخدم. اليوم تلاقينا دي سبيسياليست اكسبير اون لا ماتيير افيك ديفيرونت سبيسياليتي باش نقولوا بهذا المرض، باسكو شفنا واش راه صاير واش راه يتقال عليه. هذا المرض ما يخوفش، صح مرض سي اون مالادي انفيكسيوز. يفو برك نعرفوا الامراض المعديه كاين اللي تقضينا عليهم، كاين اللي راهم واجدين، كاين اللي نتقضاو عليهم، وكاين اللي يعاودوا يرجعوا. سي سا ليفولوسيون دو لا دي مالادي. يفو جوست تعرفوا مرض ما يخوفش. هذا مرض جلدي، سي لا فاريول دو سانج. الى اليوم مالغري لي كارك اللي قالوا عليهم في اوروبا وفي امريكا ما كاش بزاف ما راهمش يقلقوا، باسكو لي بو ترانسميسيبل ما تتعداش بزايد، سوف ولا عندنا اعراض بيان بريسي. وهاد الاعراض سيتادير يا دي ليزيون كوتاني، هادي اللي نخوفوها. سي فري كنقولوا تقدر لي غوتليت دو ساليف، لي غوتليت ريسبيراتوار كي بوف ترانسميتر لا مالادي. هو سا ترانسمي كونت سا ترانسمي يا دو لا فيفر كوم توت لي مالادي انفيكسيوز. كاين الحمى، كاين لا فاتيغ، كاين وجع في الراس، كاين دي بوتيت زادينوباتي، كاين ولس يخرج لتحت لهنايا او نيفو دو فيزاج. واش كاين اكثر؟ كاين لي ليزيون كوتاني. هاد لي ليزيون كوتاني فون باسي بار لي كاتر ايتاب، سي دي بوتيت ماكول كي دوفيان دي بابول كي دوفيان دي فيزيكول اي فون فينير بار اتر دي كروت. هنايا هاد المرض يقدر يشبه دوطر مالادي كوم لا فاريسيل كوم لا روجول، دونك الناس يقدروا يغلطوا فيه. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter du tout parce que ماشي مرض لي يخوف. Il est peu transmissible, il est peu avoir pas du tout grave. هذا هو اللي لازم نشدو، ماشي كيما الكوفيد اللي جزنا منه on a eu des formes graves. هذا pas du tout. Et وما عندوش ولا علاقة مع الكوفيد.